هل تتوقع أن في مصر من الآن فصاعدا أن الإنفاق على الصحة والإنفاق على البحث العلمي ونحن في الحقيقة فيما نعم. يتعلق بالبحث العلمي لدينا إشكالية حقيقية لابد نعم. أن نعترف بها البحث العلمي سواء الطبيعي او الاجتماعي نعم هل الانفاق على الصحه والبحث العلمي وتخصيص موارد وتخصيص وهنا يعود الدكتور كمال تخصيص ايضا هياكل تنظيميه جديده نعم. هل يصل الامر في مصر في هذه الاولويات بالاضافه للامن الخشن طبعا نعم. نعم. أنا لا نعم. نعم. نعم هل قد يصل الامر في مصر الى انه الاجهزه او الجهات التقليديه مثل القوات المسلحه او الجهات الامنيه التقليديه سوف يكون فيها اعاده تحديث لهذه الجهات والاجهزه لكي يكون الامن الصحي جزء من عملها وده امر ما هواش غريب عن العالم الذي يعرف نعم. ان القوات المسلحه في العالم كانت طوال الوقت بتمثل نعم. بيوت خبره نعم. لاشياء كثيرة اصبحت وحتى الان العالم بما فيها الانترنت وغيرها من الاشياء نعم. التي قد لا يعرفها نعم. كثير هل تتوقع هذا في الحاله المصريه انا عايز اوضح لشاتك حاجه مهمه ربنا طبعا مع الدكتور ان بيواجهوا دي ازمه عالميه بتواجهها مصر مع العالم كله صحيح. هذه ازمه عالميه لا يمكن ان هي هذه الازمه العالميه تغير مفاهيم جوهر الامن القومي مه. لان جوهر الامن القومي في ثوابت وبتتغير وبتتبدل طبقا لمصلحه كل دوله كما تعلم سيادتك ان منذ سنوات قليله مصر بترفع شعار يد تبني ويد تحمل السلاح صحيح لإن هي اضطرت م. أن تقاتل جنب التنمية م. والتنمية هي هي أحد علماء الأمن القومي اللي هي يمكن ماكنمارا روبرت ماكنمارا الأمريكي كان رئيس كان وزير الدفاع الأمريكي السابق حاجة وست كتابه يعني في ربط الأمن القومي بالتنمية يعني التنمية هي عباره الامن القومي هو عباره عن التنميه <applause> هي عشان كده مصر مضطره تماما ان هي تقاتل في نفس الوقت اللي بتنمي فيه ويمكن اعلن قريبا ان هو حوالي وهو بيفتتح احد الانفاق النفق الثاني بتاع الشهيد احمد <applause> حمدي <applause> ان في 600 مليار جنيه بيصرفوا على تنميه سينا <applause> تنميه سينا ده معناه ان لا يمكن الازمه اللي احنا بنواجهها مع العالم <applause> الان هتبعدنا عن هدفنا الاساسي في التنمية وفي مواجهة الارهاب وفي الحفاظ علي افضلنا <applause> او في تحديث جيشنا يعني جيشنا تحديثه ده مهم جدا لان لان ده بيدافع عن مصالحنا وعن حدودنا وعن وعن, <applause> وعن كل مكتسباتنا وهو اللي بي بي وده ما يمنحش ان هو يشارك بجزء من قواته زي ما بيعمل دلوقتي <applause> في مواجهه هذه الازمه <applause> وهو فعلا بيشارك بجزء من قواته دلوقتي كما تلاحظ سيادتك اداره الحرب الكيماويه بكل <applause> امكانياتها وعناصرها بت 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 بتعمل تعقيم وتطهير للمؤسسات والشوارع والكلام ده آه بالاضافه الى الى اه 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 الامداد والتموين يعني كل اجهزه القوات المسلحه اه. التي يمكن ان تشارك في على تدعيم اكبر لمثل هذه الاجهزه ال 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 والقوات وتطوير ربما اكثر. سيادتك من ضمن الذين شاركوا في وضع الدستور الاخير. الدستور الاخير بيعطي الصحه قبل هذه الازمه صحيح الصحه صحيح والامن القومي والتعليم صحيح. صحيح الجزء الاكبر من موازنه مصر ويمكن الميزانيه السنه دي هي بتقترب من ان هي تنفذ الدستور ما جاء بالدستور وبالتالي ان مصر لا يمكن ان تغفل لان التعليم والصحه دول من الاعمده الاساسيه التي بتقام عليها المجتمع واللي بيحدث الان دلوقتي بقى ان احنا يجب ان احنا نستفيد بالدروس المستفاده اللي خلصنا فيها ونضيفها على, على على الامن القومي في الصحي <تكتشف registered> بحيث ان هو يبقى فيه المستشفيات متطوره وان فيها الاجهزه اللازمه ويبقى فيه الجيش الابيض نديله حقه و ده في بلاد دلوقتي يمكن بسيادتك <تكتشف consistent> بتلاحظ ان هم بيعملوا استعراضات جويه تحيه للجيش الابيض صحيح <التضمنين> تمام او تكريما ليه فاللي <تكتشف <تكتشف انا عايز اقوله ان ده ملوش تاثير اطلاقا على جوهر الامن القومي الامن القومي بالتنمية بتاعته بمواجهة التحديات الخارجية لأن دي مصالح عليا لمصر ما هتتع... مش هتستغنى عنها ولكن ده ما يمنعهاش ان هي توجه الجزء الاكبر لي بما يحتاجه هذا القطاع اللي هو القطاع الصحي والتعليم بما يجعله في في في, في مناسب و... وتواجه به التحديات اللازمه عزيز.